جا اكيد كنتي فاني ديالي برج الزحف يعطيك صوار الداري زيجي خيري بقيتي داوي داري استخشي تانا كيبيا في الكماري جاج 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 هذي مشي دجاجة فرنوشي ما عارش مومي دي قد دجاجة صباح الخير يوتيوب كي دايرين لاباس كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما كتشوفوا حنا كنموتوا بالبرد هنايا جينا لواحد المنطقه سميتها بودرع اللي هي واش كاين البرد والله كاين البرد بزاف الموت الموت بيضا المهم الناس اللي جابوا الطبيعه راه هي هنا كتكون في الصيف كتكون زوينه حتى دابا راه زوينه الصراحه وهي بارده بارده بزاف المهم نوريكم الاجواء هنايا ونوريكم الجبال الهضاب شوفوا غير هنا غير فصل الشتاء كيفاش داير الجو عرفتي هنا في الصيف يكون المنظر واعر كلشي واعر كلشي كلشي واعر راهو الدجاج شو الدجاج تحيه للدجاج هاي بنت عميد واحد ديري باي باي دابا حنا طلعنا فوق السطح راو حاكي حاكي ندير لهم باي باي ديري باي باي والله سيدا عرفت كي الموت ديال البنت وحق الله اصبر باش نصوروا لكم خاصنا نصبروا ديال اللي قال لي قال شفتوا فهو حكيم هاي اشراق يلا قول لهم حكيم شي حاجه واش كتقول شي حاجه مفيده الكلب ذو طوبيس مسمي عمتي طوبيس والله وحق الله شو سميها طوبيس قالتلك احنا والله احنا يا صراحة ولفنا في الشتا ولا في الصيف كنجيو لهاد المناطق صراحة في الصيف كنت كنجيو حتى هنا عاوتاني ولفنا يعني حنا مذاق بحرية كنمشيو لها قليل كنمشيو لها كاع كنجلسو فيها 3 أيام ونرجعو أما هنا ولفنا هنا كنجلسو كاع بالشهورة وما كان عادي ما كنملوش فهمتي تحية الحاكم تحية للدجاج تحية لضوحة راك غاية حاجه ملي جينا هنا واش كتصوم ملي جينا واش كتصوم قلت واحد الثلج بزاف هادشي ما خرجنا ما درنا ما درنا والو وكنبغي نصور ليكم كنصرف حاجتي وكنبغي نصور ليكم من البرد يديتي كزو يعني ما كنقدرش غاصبروا معايا وصافي تليفوني ضبب صبر 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 دابا طالعين غاديين غادي نمشيو انا لابسه الصابويه ديما بحال ديما ولا ضوحه لابسه ديك السبر ديالها في الابيض شكون ولات لا انت بزاف غادي نطلعو دابا شوفو فين كيتصور شو صح الشجره زوينه الصراحه المهم عاوتاني دابا غادي نمشيو للزاويه نسلمو على عمي ومرت عمي حيت غدا غادي نمشيو نصور لكم عاوتاني الزاويه في هذا الجو سخفت غباش وصلت لهم خاصك واحد الساعه المهم اي واحد بغى يجي هنا يدوي معايا في الانستغرام نخلي لكم هنايا ومرحبا بكم كاملين بلاصه بصح كاملين مرحبا بكم اي واحد جا مرحبا بي نحب نطير وطير الفوق
لي جناحي هوني ذكراني مخنوق منك طالب سماحي. باين باين سيرين كما كتشوفوا المشاهدين هذه هي زاوية الإفراد هي المرة الثانية لها دابا في هذا الجو. شو السلاح ولين سلاح الأخت في حد شلال واعر هادشي كامل كيبغي الصيف إن شاء الله. يلا معنا غير قولوا لي فين تقدروا تلقاو بحال هذا المنظر هذا. المهم خوتي اللي جا هنا لزاوية إفران هاو مرحبا به هنايا عند عمي هشام. المهم كما كتشوفوا هذا الشيء هنايا هذا دول الباب هنا من دخلنا هذو المآثر التاريخية شيء قديم بزاف عنده هنا هانتوما واللي بغى يبات هما البيوت هنايا يعني هنا كيجيو غير العائلات مع بعضياتهم و... ها هو الفرن بالنسبه للناس اللي كيجيو في اللي يجيو في هذا الصيف في هذا الفصل يا ربي في هذا الفصل سكسل صراحة هنا شي زوين صراحة هذا الصالون يعني أي واحد جا هنايا مرحبا به اللي بغي يعرف شي حاجة أكثر بحال هكا أكثر من هكا يدوي معايا في الانستغرام غنخليها لكم هنايا ونقول لكم اي حاجه بغيتو تعرفوها نقولها لكم. والمازال كاين بيت اخر هنايا وبقى لا فيه شي وحدين لداخل حنا دخلنا غير على الله انا وضوحه ها وكاين بيت اخر ها هو غيكون حتى هو باقي لا فيه الناس لداخل ها هو هنا واللي وريتكم دابا هو هذا نوريه لكم عاوتاني يعني هنا كيجيو غير العائلات نتوما هاد المآثر التاريخيه الواعره. المهم حدي وحدي وجهك حدي كمال شتي ضروري تبان في اي فيديو Thank you.
وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يعجبكم المناظر. نتلاقاو في فيديو جديد. نهاية الرحلة، إلى اللقاء.